قائد القوات الجوية الملكية الأسبق معالي الفريق عبد العزيز بن محمد هنيدي، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييكم، وأنا شاكر لهذه الفرصة الطيبة لقناة روتانا الخليجية، وتحيتي للأخوة المستمعين المشاهدين والمشاهدات، وأتمنى إن شاء الله نكون هذا اللقاء يعني يكون مثمر إن شاء الله بإذن الله. اسمح لي أوجه لك سؤال، وينك؟ وين معالي الفريق عبد العزيز هنيدي؟ والله أنا موجود هنا بعد يعني خدمة قاربت 54 سنة في نعم في الدولة 54 سنة في الدولة نعم، وأيضا الآن في مجال التقاعد، خدمة المتقاعدين، وفي نفس الوقت أقوم من حين إلى آخر بكتابة بعض المقالات في الصحف المحلية، وأقرأ حقيقة يعني في كثير من الكتب في الثقافة وفي العلوم وفي النواحي القيادية والإدارية، والحمد لله أحس أن أنا يعني مستمر بعون الله تعالى في العطاء لهذا المجتمع اللي ننتمي إليه ونخدمه يعني، وخاصة إحنا في المملكة العربية السعودية اللي هي المملكة الإنسانية المتميزة بالحرمين الشريفين وبالأماكن المقدسة. جميل. معالي الفريق، الولادة كانت في نجران. نعم. والنشأة بين أبها والمدينة. نعم. والدراسة في الأحساء. واليوم ممكن حياتك العملية لاحقا وسكنك في الرياض. يعني هذه التجربة الطويلة العريضة تنقلت فيها من يعني بين مدن كثيرة في المملكة. خلاصة هذه التجربة، بدايتك، حدثني عنها. والله أولا أنا أحمد الله تعالى أنه أنا يعني يعني والدي بفضل الله تعالى اختارني أتزوج زوجة أخرى من المنطقة الجنوبية، فهذا كان بالنسبة لي أنه لي يعني أقارب في المنطقة الجنوبية في أبها وعسير ومناطق القريبة منها، وأني أنا أنه كان والدي مدير لاسلكي، لذا يعني أنا ولدت في نجران، وعندما كان سني تقريبا حوالي شهرين انتقل والدي ووالدتي إلى أبها، ونشأت هناك إلى يمكن تقريبا صار عمري حوالي تقريبا 8 سنين. انتقلت إلى بيشة، والدي انتقل من أبها إلى بيشة كمدير لاسلكي أيضا هناك، فدرست أيضا في بيشة، تعرفت على أيضا بيشة، ولي أصدقاء لازلت يعني أتواصل معهم. فهذه الحقيقة الوجود أقارب في أكثر من مدينة أعطتني فرصة للتعرف على بيئات مختلفة وثقافات مختلفة، وحقيقة وهذا كمان طيب بالنسبة يعني للمواطنين السعوديين، أنه يعني الأفضل يحتكوا يعني، ويكون يعني الواحد يتزوج ليس بالضرورة من البلد اللي هو فيها يعني، إذا أمكن يعني وإذا توفرت يعني الشروط اللي يبغاها الشخص نفسه، لكن مفيد الحقيقة أنه يكون لك أرحام وأقارب من بيئات مختلفة. صحيح. في طفولتك أبو عمر يعني عشت حياة صعبة قاسية، انفصل والدك عن والدتك، أنت كنت في الدراسة وكنت تهتم وترعى والدتك، هل هذه الطفولة القاسية شكلت عندك يعني شخصية عسكرية لاحقا؟ والله الحقيقة يعني الوالد يعني ترك الوالدة واكتفى بزوجته الأولى اللي هي بنت عمه من المدينة المنورة، ولكن حقيقة خالي قام مقام الوالد، خالي عبد الله العبيدي في منطقة في أبها هناك، رعاني أنا وأختي، كان لي أخت أيضا، وما حسينا الحقيقة كثير بهذا، ولكن هذا ساعد على تكوين، يمكن تعرف أخ محمد أنه يعني كثير من الرجال اللي مثلا كان لهم صيت وكانوا يعني لهم شأن كبير جدا كانوا أيتام، واليتم هذا أحيانا يعطي الإنسان نوع من الاعتماد على النفس، ويكفينا شيء أنه محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيم، ثم بتسلسل الوالد كان متوفي، ثم الوالدة توفت، ثم زوجته يعني، فتصور يعني أنه الملك فيصل نفس الشيء، توفت والدته هو 6 شهور كان ونشأ يتيم،
وحصل طبعا أم زوجته جدته هيا تولت رعايته. فيخيل أن اليتم هذا أحيانا يكون له يعني إيجابيات يعني إيجابيات أي يعني خاصة إذا في من يعوض والبيئة تساعدك يعني ما يكون مرة يعني لكن هذه يخلي الإنسان يكون يعتمد على نفسه كثير جدا ويكبر بسرعة ويعتمد على نفسه ويكون أكثر حزم. هل كان في فترتك أو في طفولتك أبو عمر شغف عندك داخلك أنك تصبح ضابط عسكري أو تصل لمناصب كبيرة؟ يمكن حتى في تلك الفترة الناس كانت يمكن تهرب من العسكرية يعني صح ولا لا؟ والله شوف طيب هذا سؤال وجيه. أول حكم اللي نشأت في الجنوب الجنوب يعني يميلوا أكثر للناحية العسكرية دائما يحطوا هدف ويرموه ودائما يتسابقوا فهذه أعطتني شيء من يعني حب المنافسة وحب الفروسية. لكن أنا أذكر لما كنت في بعد ما انتقلت من أبها وكذا وبعد ما انتقلت من بيشة إلى المدينة المنورة عشان أكمل دراستي لأن في بيشة ما كان في مدرسة بدائية فاضطر الوالد يوديني إلى بيشة عند إلى المدينة المنورة عند أقاربنا هناك بيت آل حمد الله. فكنت أشاهد أنا في الأعياد لما كنا في عيد يكون في سلام لك يعني تحية عسكرية لثلة من العسكر لأمير المنطقة وكانوا القادة اللي هم أمام الجنود ذيك أيام كانوا يلبسوا غتر خضراء وعقال ومعاهم سيوف فيجوا كده بحركة يعني جميلة جدا وعسكرية حازمة يميلوا السيف أمام الأمير المنطقة فكنت أعجب بهذه الحركة وأحاول أقلدها فهذه تولد عندي ميل لهذا وهذه أقدار سبحان الله تعالى. لكني حسيت أن أنا أحس أن الرجولة والشجاعة وهذا تتمثل إذا كان إنسان ضابط وفي نفس الوقت طيار في نفس الوقت وهذا قمة يمكن الشباب يتمنوا إنه تهيئ من الظروف ولكن من فضل الله تعالى تأيت هذه الظروف إنه لأن الطيار كان طموح عندك إنك تصبح طيار. أي نعم كيف نعم. قصة دخولك هذا المجال؟ أنا أعرف إنه قبلها أنت عملت في مطار جدة وما نعم كان في بالك كنت أعمل في مطار جدة طال عمرك وشد انتباهي المطار كان في طيارات مدنية الطائرات القديمة الداكوتا والبريستول هذه كانت متواجدة هناك وجنبها قريب منها الطائرات العسكرية التدريبية خفيفة طائرات خفيفة تشيبمانك وتي 28 وطائرة سيسنا صغيرة فكنت أشوف الطيارين السعوديين بالملابس القشيبة والجناح الذهبي كان ذيك أيام الجناح الذهبي الآن جناح فضي ولابسين السموة السعودية شكلها انسيابي جميل جدا وعليها الشعار فكنت الحقيقة انبسط وأشوف هذا أتمنى أن أكون مثل هذا الشخص. هذه كل الصور سبحان الله تعالى وإرادة الله تعالى فوق كل شيء وجهتني إلى أن أترك العمل الوظيفي المدني وأتجه إلى أن ألتحق بال بسلاح الطيارة هذا اسمه القديم. اللحظة اللي كنت تراقب فيها هذه الطيارات كنت تختلس لبعض اللحظات من العمل وتروح تراقبها بالضبط في السطح وكذا بالضبط. هذه اللحظات حدثني عنها كيف لحظاتها ووقتها هو طال عمرك الحقيقة لما نروح نصلي في المسجد وبعدين نطلع من الصلاة فحكم الطيارات موجودة هناك وكان ما كان في حراسات وأحد يمنع المسألة مفتوحة يعني فكنت أنا وزميلي نروح ونطالع في الطائرات ونقترب منها ونشوف الكابينة حقتها العدادات حتى نستغرب يقول كيف الطيار هذا يستطيع يشوف المجموعة حوالي 20 عداد أمامه وكيف كيف يقدر يتحكم, كيف يقدر في كل يتحكم فيها ولما بدأنا نطير ونتعلم وجدنا هو ما ينظر لها كلها ينظر لمجموعة مجموعة كل واحد لوحدها لما يكون يشغل الطيارة يطالع العدادات حقت المحرك يشوف هذا الار بي ام كيف تدور المروحه تدور الماكينه الى اخره ثم بعدين اذا مشي بعدين اذا اقلع يشوف عدد الطيران وهكذا فما كان يشوفها كلها في وقت واحد او على الاقل يركز عليها بعدين طبعا تطورت العدادات كانت اول زي الساعات كذا الطياره اصبحت دخل فيها الكمبيوتر واصبحت زي المربعات ويمكن ثلاث اربع عدادات في عدد واحد وحتى يسهل عليك شيء اذا في مشكله تحصل يولع نور اصفر خذ بالك إذا النور أحمر معناه في خطر يعني سال الكابينة أكثر
أسهل. يعني أسهل كطيار. أسهل للطيران. لما قدمت على مدرسة سلاح الطيران في قصة أنه رفضت. نعم. كان بسبب الشنب. أي نعم. إيش القصة؟ ليش رفضت؟ كان معك زميل يعني. أي والله أنا كان معي زميل الله يرحمه فاروق خضر كاتب. وجينا كان معك في مطار جدة. كان هو يعمل في برج المراقبة فوق. أي. وانا اعمل اسفل واثنينكم قررتوا واحنا مع بعض شفنا هذا واتفقنا معه وكلنا من المدينه المنوره فاتينا الى مدرسه سلاح الطيران اللي في جده لان هذه كانت البدايه في جده وكان انا الحقيقه عندي شنب كبير وشكشوكه ونفس الشيء زميلي بنفس الطريقه وجينا الحقيقه وشافونا وشافونا متحمسين وقالوا هيا طيب بس فسألوا عن عمري قلت أنا 20 سنة زميلي كان نفس الشيء تقريبا 21 سنة قال والله كويس أنتم متحمسين لكن كنا نبغى شباب أصغر 16-17 سنة جينا اليوم الثاني الحقيقة وحلقنا الشناب والسكسوك وكل شيء وهم في حاجة طلبة لما جينا مرة ثانية قال والله أنتم ما شاء الله نقص عمركم 4 سنين كل واحد الله يحييكم جابوا الأوراق وقبلته وقبلنا ورحنا للظهران نكشف كشف طبي ونجحنا والله الحمد بكشف الطبي وبدأنا يعني تعلم اللغة الإنجليزية وبعض الرياضيات وأشياء تخص الفيزياء في مدرسة سلاح الطيران. جميل. أبو عمر لحظة تخرجك تخرجت ملازم طيار وكان حاضر حفل التخريج أو حفل التخرج كان الأمير فهد بن سعود. نعم الله يرحمه. نعم. صف لي هاللحظة إيش كانت تعني لك أنت؟ والله طال عمرك الحقيقة يعني كانت يمكن يعني أعز لحظات حياتي اللي أنا أتذكرها دائما هي يعني حالتين حالة إن أنا تخرجت من كلية أرغبها كلية الطيران هي كانت طبعا مدرسة وأتزوج يعني المرأة الصالحة اللي أنا أحلم بها فهذه المفضلات حققت لكن زي ما تفضلت أنا أذكر التخرج اللي كان في 22 رجب 1379 هجري كان هذا يعني عيد شيء جميل جميل جدا واقفين احنا ننتظر الشهادة ثم بعدين في المساء كان في حفل كبير جدا على شرف سمو الأمير فهد بن سعود وكنا لابسين كلنا البدل العسكرية وملمعين الجناح طبعا وملمعين الأزارير يعني في شكل جميل جدا وكان معي الوالد ايضا يحضر له زميل ايضا كمان جاء يشاركنا وسمو الامير جاء والكبار القاده المسؤولين واعيان البلد كلهم موجودين كانت حفله كبيره جدا يمكن حضرها حوالي 200 شخص فكان هذه دائما في مخيلتي ما انساها ابدا وكنا حريصين جدا انا اذكر حتى واحد من زملائي راح بنفس البدله هذه الى مكه المكرمه وطاف وسعى في نفس البدلة في نفس البدلة من محبته بهذه البدلة اللي لأنه لا تنسى يعني سنتين ونص من الطيران ومن التدريبات العسكرية يعني. ومن علوم الطيران يعني أنت تقوم بأشياء كثيرة جدا ونبدأ عملنا من صلاة الفجر بعدها ما وننام بعد صلاة العشاء مباشرة يعني حياة عسكرية وكلها جد وعمل وطيران وبعدين نخشى واحد يطير معاه مدرس يختبره وما يفشل بعدين يطلع فيعني زي ما تقول لكن من توفيق الله تعالى إذا إنسان يعني خلى ثقته في الله تعالى واجتهد وحرص أنه يقوم يدرس طيب وتذكر شيء ويركز على العمل بعون الله تعالى يعني يمشي وخاصة إذا كان في عنده رغبة وحب للطيران الطيران في مهارة ما هو كله علم لابد يكون عندك فطنة مهارة ذاتية لمحبة الطيران لأن هي توازن زي مثلا إنسان يركب دراجة مثلا عادي يروح يجي لكن يجي واحد يمشي بسرعة وبعدين يركب يرفع العجلة الأولى ويمشي على العجلة الثانية هذه حركة تعتبر فيها توازن إذا ما في توازن يطيح الطيران طيب. توازن وتنسيق يعني دقيق يعني هي دقيق ويحتاج له إلى واحد يكون يحب الطيران ويكون أيضا عنده هذا التنسيق ويعني تجاوب مع الطائرة.
مع الفريق عبد العزيز، خلني أسألك عن اللحظة اللي عينت فيها برتبة فريق قائد القوات الجوية الملكية السعودية. أول شيء كيف تلقيت الخبر؟ الحقيقة أنه شيء جميل جدا. طبعا زميلي السابق قائد القوات الجوية السابق كان الفريق أحمد بحيري، وصدر قرار بتقاعده، وكنت أقدم أنا واحد بعده، كان إذا من يروح في مهمة شيء أنا أمسك بحكم أني أقدم واحد في القيادة، فكنت أمسك العمل بالنيابة. لكن لما صدر قرار تقاعد فريق أحمد، زميل فريق أحمد الله يذكره بالخير، مسكت العمل. صدر أمر من رئيسة الأركان، معالي رئيسة الأركان، بتكليفي بالعمل بالنيابة، فاستمريت حوالي 5 شهور. لكن بعد تقريبا مرور 5 شهور وأنا نايم الساعة 2 بعد منتصف الليل دق التلفون، رفعت السماعة أنا وإذا بشخص يسألني يقول لي معاك الأمير سلطان. فقلت من الأمير سلطان؟ قلت يمكن يكون يعني سمو الأمير غير الأمير سلطان. قال لي وزير الدفاع. قلت سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز؟ قال لي نعم. فانتعشت كذا وحسيت يعني إنه في شيء مهم، يعني مهم جدا. الأمير بيكلمني الساعة 2 وإذا بسمو الكريم يقول يا أخ عبد العزيز ترى وافق الملك على أساس أنك أنت تكون قائد القوى الجوية وتترقى برتبة فريق. فكانت هذه فرحة، فشكرته يعني حمدت الله تعالى وشكرت سمو الأمير سلطان على اهتمامه في هذا الوقت بإبلاغي هذا، وقلت له إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله يا سمو الأمير، أنا أشكر سموكم على أنكم بلغتوني شخصيا وهذا شرف كبير ما أنساه. وقمت صحيت أم عمر زوجتي وقلت لها هذا النبع الطيب، وصليت ركعتين الحمد لله وشكر على هذا الشيء. فهذه كانت الحقيقة يعني أعتبرها نشان إنها بهذا السار، وهذا طبعا طبيعة سمو الأمير سلطان الله يتغمد برحمة الواسعة، يحب يعطي أخبار طيبة، يحب يشجع يحفز اللي يعملوا معه. إيش يعني شعورك لما وزير الدفاع يبلغك شخصيا بهذا الخبر، ولا هو طبيعي يعني ان وزير الدفاع يبلغ؟ والله هو طبعا انا متاكد انه الاشياء هذه بيسويها ايضا مع القادة الاخرين سمو الامير، ولكن يعني هذا مثل من الامثله للامير سلطان لما يتبعها لرفع المعنويات واحساسك بانه هو انه معك، يفكر فيك ويفكر في مستقبلك، قريب منك يعني قريب. ايوه فعلا، حتى احنا نحس لما نكون في مجلس يوزع يعني نظراته على الموجودين كلهم، فكل واحد يحس انه هو ايضا في المجلس مهم، مو بس اقدمنا ولا شيء. يعني له طريقه جزاه الله خير في الاداره وفي القياده، يعني شيء جميل علاقتك فيه. انا اشوف هنا في صوره لك مع، وش المواقف اللي ما تنساها مع الامير سلطان الله يرحمه؟ والله انا اذكر حضرت تخرج في احدى الكليات العسكريه، وكان من المتميزين من الطلبة الخريجين تعطى لهم جوائز الأوائل في العلوم، الأوائل في الانضباط العسكري، الأوائل في القيادة إلى آخره. فكانت الجوائز موجودة، وكان في 3 طلبة ما لهم جوائز، فتقدم الأول من 3 فأعطاه القلم سموه، ثم الثاني أعطاه له الساعة، ساعة سمو الأمير، والثالث أعطاه السبحة. فأنقذ الموقف سمو الأمير بهذا. يمكن كانت حتى هدايا أجمل من الرسمية هذه. في نفس الطلبة 3 اللي ما لهم جوائز تميزوا، صاروا هم أحسن من اللي أخذوا الجوائز الأعلى اللي قبلهم اللي في مراكز أعلى. لكن سمو الأمير ما شاء الله يعني معروف بحل المشاكل. أنا أذكر على سبيل المثال أيضا كان عندنا نحتاج إلى كمية كبيرة من الصواريخ الذكية، وجدنا هذا يعني المبلغ طائل، وما استطعنا نقلع وزارة المالية بهذا الشيء. فجئنا لسمو الأمير، قلنا سمو الأمير ما قدرنا نتصرف. فسمو الأمير رأسا قال شكلوا لجنة، وبرئاستي أنا وبعضوية وزير المالية ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية باعتباري أنا المستفيد،
وسبحان الله أخي من خلال هذه اللجنة انحلت المشكلة. شرح سمو الأمير لوزير المالية الحاجة الماسة وأنه هذا شيء ضروري، فانحلت المشكلة بفكرة اللجنة هذه. أبو عمر، لحظة تقاعدك كان خلفك سمو الفريق عبد الرحمن فهد الفيصل. نعم. إيش كانت، كيف تلقيت خبر التقاعد؟ إيش النصيحة اللي أعطيتها سمو الفريق خلفك؟ والله طبعا من حسن الحظ أنا حسيت طبعا أنه التقاعد قريب جدا، لأنه يعني لي أكثر من 8 سنين كقائد قوى جوية، 8 سنين و4 شهور، وعرفت أنه لابد يجي وقت الواحد يتقاعد. طبعا الواحد يحس يعني أنه هو يعني يغرد خارج السرب يعني، ويكون خارج المجموعة اللي معاهم، لكن يعرف أنه زميل اللي جاء بعدك وأنت وصلت إلى رتبة كبيرة جدا، فوقت انك انت ترتاح تترجل. فلكن انا اللي زميلي كنت حريص الحقيقه على دور استلام وتسليم، ويعني ذكرت له الاشياء اللي يحتاجها الى متابعه. مثل ايش الاشياء اللي انت ما خلصتها او كان ودك انك تنجزها؟ حقيقه من الاشياء اللي انا تمنيت أنه كنت كملتها، لكني أنا بلغتها لزميلي سمو الفريق عبد الرحمن فهد الفيصل، اللي هي موضوع التدرج الوظيفي للضباط. يعني كل فئة من الضباط لهم آلية يترقوا حتى يوصلوا إلى مراتب عالية في تخصصات مختلفة. واحد مثلا يصير في مجال قائد سرب طيران أو عمودي أو نقل، أو واحد مثلا في قائد لمعهد فني او كليه الطيران. فيهيئك هذا التدرج الوظيفي للضباط، يهيئ الضباط للسلم هذا، يمشي على السلم هذا، ياخذوا دورات وفي مراقبه لهم وفي متابعه لهم حتى يصلوا الى القدره انهم يصلوا الى هذا المركز. طيب كيف تقيم، بحكم تجربتك في القوات الملكية السعودية، كيف تقيم قوات الجوية السعودية مقارنة بالقوات اللي في المنطقة؟ والله أنا بكل أمانة وبكل صدق، يعني القوات الجوية الملكية السعودية هي من أبرز القوات في الشرق الأوسط. صحيح القوة الجوية الإسرائيلية يعني قوية، ولكن القوة الملكية السعودية، الجوية الملكية السعودية، هي فعلا متميزة بالأسلحة الموجودة عندنا، بأفضل الطائرات، ومستوى الصيانة عالي جدا عندنا، وقدرة هائلة، يعني أعداد كبيرة من الطيران، وأيضا من طائرات الإيواكس اللي هي الإنذار المبكر، ومجموعة من الطائرات المقاتلة، وطائرة النقل وطائرة العمودية. فتصور القوات الجوية يعني من أميز القوات المسلحة، ليس في الدول العربية ولكن على مستوى الشرق الأوسط. خليني أنتقل معك فريق عبد العزيز، المرحلة اللي هي بعد التقاعد اللي عملت فيها رئيسا للجمعية الوطنية المتقاعدين، قعدت فيها 4 سنين أو 5 سنين. أكثر من 5 سنوات. إيه، ثم يعني استقلت منها. نعم. أنت هل استقلت أم يعني تعرضت لضغوطات معينة استقالة؟ إيش القصة؟ لا والله أنا طال عمرك وجدت نفسي أني أدي أكثر من 5 سنوات في نفس الجمعية، وأخذت دورتين. الدور الأولى، الدورة الثانية جلست 4 سنين ونص، والدورة الثالثة حوالي 8 شهور. وأيضا وجدت الحقيقة أنه المجلس اللي كنت أترأسه أنا يعني فيه بعض الأعضاء يعني ما كانوا بهذا المستوى اللي ممكن يكون في جمعية خيرية، يعني في نوع من الاحتكاكات وكذا الأخير. ففضلت أنا أني أطلب إعفائي كرئيس مجلس، وأترك طبعا الفرصة لزميل آخر. فطبعا تم اختيار نائبي العميد فاروق العرابي الحارثي، والآن وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية شغالين لحساس يكون هناك مجلس جديد، يعني يحل المجلس ويجي مجلس جديد. وأنا أعتقد أنه هذه نهضة للجمعية،
أن الجمعية حتترقى تماما بهذا المجلس الجديد اللي أحسن اختيار يجلس لمدة سنة، ثم بعدين يصير انتخابات عن طريق الجمعية العمومية، ويصير تبدأ دورة جديدة اللي هي تقريبا الدورة الرابعة. طيب الفترة اللي أنت ترأست فيها الجمعية 6 سنوات أو 5 سنوات ونص، نعم. إيش قدمت؟ إيش سويته؟ والله أهم الشيء اللي يعني سويناه اللي هو رفعنا لصاحب الصلاحية أهم الأشياء اللي يحتاجها المتقاعد، وأهمها الحد الأدنى ما ينقص عن 4000 ريال، وأن يكون هناك علاوة سنوية للمتقاعدين عشان الغلاء المعيشة، وأن يكون هناك في تأمين صحي للمتقاعدين، أن يكون أيضا أسبقية للمتقاعدين في السكن خاصة من ذوي المعاشات اللي يكون أقل من 5000، أيضا تخفيضات 50% على النقل البري والنقل الجوي، وأيضا الرسوم حقت الإقامات والجوازات والأشياء دي كلها 50%، أيضا استهلاك الكهرباء والمياه والأشياء دي كلها 50%. طيب يعني ما صار شيء من هذه كلها، ما في علاوات سنوية ولا في تأمين صح البيت. الكلام بس يعني جاي في الطريق. احنا رفعناها بعد اجتماعات مطولة. رفعتوها لمين؟ رفعناها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلي اللي هو الرئيس الفخري للجمعية. طيب هل في تجاوب ولا في يعني في طريقها للمقام السامي الكريم؟ يعني هذه التوصيات مرفوعة خالصين منها ان شاء الله. نعم خالصين منها، ونتوقع ان شاء الله تجي الموافقة عليها بعون الله تعالى. طيب أبو عمر خليني أسألك عن تجربتك في الكتابة، عندك مجموعة من الكتب كتبتها وحكمتك في الحياة. يعني والله أنا أؤمن بحقيقة الحكمة اللي هو الحديث النبوي الشريف، وأحط دائما أمامي الحقيقة اللي هو ملخص أنه اتق الله أينما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالط الناس بخلق الحسن. هذا الحقيقة الحديث يعني يركز على حق الله في تقواه، وحق الناس أن تتعامل معهم بالحسنة. فوجدت أن هذا هو النبراس، الإنسان إذا استطاع بعون الله تعالى أن يتقي الله تعالى في السر وفي العلن. جميل. وأن يعني إذا سوى سيئة يسرع بيسوي حسنة عشان تمحوها، وأنه تكون أخلاقه طيبة معه. تجربتك في الكتابة، لك كتاب إدارة الوقت أو إدارة الوقت عمرك؟ نعم. وكتاب عن اسمه الحس الجوي له علاقة بالقوات الجوية، اللي هو كيف أنت تكون يعني ضابط، سواء طيار أو فني أو مهندس أو فني أو طيار، كيف تكون وتعتز بالعمل في القوات الجوية وتتقن العمل حقك وتكون لياقتك عالية جدا. هذه نصيحة للطيار السعودي يعني؟ أي نعم، اللي يعمل في القوات الجوية. تحب نضيف أي شيء في نهاية حواري معك أبو عمر؟ والله لا شكرا، أعتقد أننا غطينا يعني كثير من الجوانب، ونأمل إن شاء الله أنه يكون هذا يعني غطى أفضل الأشياء اللي الواحد يتحدث فيها عن حياته في القوات الجوية المملكة السعودية. شكرا لك.